دكتور وائل أبو هندي، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الزقازيق في مصر، ورئيس مركز الطب النفسي والأعصاب في القاهرة، ومؤسس موقع مجانين.com. دكتور وائل، على الموقع زاوية تحمل عنوان الطب النفسي الإسلامي. نعم. بماذا يتميز الطب النفسي الإسلامي عن الطب النفسي المعروف يعني في العالم بأسره؟ أنا هقول لك، هي المسألة دلوقتي إنه الطب النفسي التقليدي، ما أقدرش أقول الويسترن، فإنما هقول الطب النفسي الغربي الشائع، يتجاهل تماما كل الحاجات اللي هي ما وراء الطبيعة، الميتافيزيكس عموما يتجاهلها. أقصى ما هنالك أن يطلب منا كطبيب نفسي أو كأطباء نفسيين أن نحترم معتقدات المريض. أما أن تستخدم معتقدات المريض نفسها في عملية العلاج، فهذا شيء في الطب النفسي السائد مرفوض. طيب، في ممارسة الطب النفسي الإسلامي، هل تستند إلى آيات كريمة أو إلى نصوص يعني من الحديث الشريف؟ هذا مجال سؤال كويس. هو يعني ما أستطيع ممارسته، أنا متخصص في العلاج النفسي المعرفي، الكوجنيتيف ثيرابي. فالعلاج النفسي المعرفي ده يعني لا يصلح مع كل مريض، وإنما يصلح مع مريض لديه مستوى عالي من المعرفة، تستطيع أن تتواصل معه وتغير الطريقة التي يفكر بها. يعني هو إنسان هيقدر يتأمل معايا. إذا أنا لا أستطيع استخدام القرآن أو الآيات القرآنية إلا لدى مريض يفهمها ويستطيع أن يعرف معناها. لا أتعامل مع القرآن بوصف وتعويذات سحرية أخرج بها جن أو ما إلى ذلك. ليس هذا النوع من الممارسات إطلاقا، ده مرفوض، لأنه لا يخضع للبحث العلمي، أو لا نستطيع إخضاعه للبحث العلمي. المسألة بالنسبة لي ما هيش، على فكرة، هو مش الطب النفسي الإسلامي فقط، وإنما المقصود أن هناك توجه في العالم كله ناحية إبراز دور الدين في عملية العلاج. عشان كده أنا قلت لك الطب النفسي السائد هو الطب النفسي الذي يلغي دور الدين في العلاج. ولكن الطب النفسي الذي أتوقع أن يسود في الفترة القادمة هو الطب النفسي المتأثر بالدين، والذي يستخدم إيمان المريض وتدين المريض كأحد أساليب يعني مساعدته على الشفاء. دكتور وائل أبو هندي، مؤسس موقع مجانين.com، وأستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الزقازيق في مصر، شكرا لهذا الحديث. أنا بشكر بكم جدا. العفو. سلام.